عند رجل معاناة صامتة لا يعرف عنها أحد. الرجل يبلع مشاعره المسمومة، الرجل يتعامل مع آلامه وأحزانه بصمت مطبق، ما حد يعرف عنه شيء، على عكس المرأة فهي تتعامل مع مشاعرها، مع أحزانها، مع كل آلامها بشيء واضح وبصوت عالي. هذا الفرق بين الطرفين. هناك دراسة بريطانية من إحدى الجامعات، جامعة براكفورد، تقول بأن انعكاس الطلاق على الرجل أكثر تأثيرا من المرأة. المرأة لديه مناعة في تقبل الصدمات، الرجل ما يتقبل، ما يستطيع. الرجل ترى خفيف جدا في التعامل مع الصدمات، خاصة الصدمات العاطفية. الرجل قوي بدنيا، الرجل قوي جسديا، الرجل قوي في التعامل مع الأحداث، في التعامل مع المواقف. لكن الرجل ضعيف جدا وهزيل ومشاعره هشة في التعامل مع المشاعر العاطفية، على عكس المرأة تماما. المرأة ضعيفة في التعامل مع الأحداث والمواقف من الجانب الجسدي، تتطلب القوة والتحمل والصلابة والشدة، ما تستطيع المرأة، ما تستطيع. لكن في التعامل مع المشاعر الحسية والمشاعر العاطفية، المرأة أقوى بكثير من الرجل. المرأة لديه قوة تعادل 12 ضعف قوة الرجل في التعامل مع المشاعر الحسية والمشاعر العاطفية. الرجل ما يستطيع. نعم، نحن نتخيل رجل معضل وحاتل الله ومسوي جسم، لكنه داخليا ما يستطيع يتعامل مع المواقف، ينكسر بسرعة، ينشرخ بسرعة. وهذه حقيقة ذكرتها جامعة بيرفورد في مفهوم التعامل مع تأثيرات الطلاق. لكن يجب أن نعترف هنالك آثار سلبية، انعكاسات كبيرة سواء على الرجل أو على المرأة، لكن يجب أن نوجد هذا التحدي مع ذواتنا، مع أنفسنا، مع المجتمع المحيط في تجاوز مرحلة الطلاق. خلاص، الذي وقع وقع، هذا الآن لدينا كأس ماء وبدأنا الآن، وانسكب الماء وانسكب الماء وانسكب الماء وانسكب الماء وانسكب الماء خلاص، خلصت العلاقة، العلاقة الزوجية من مشاعر، من حب، منها كله بدأ ينتهي، كله بدأ. هل نستطيع بالله عليكم أن نأتي الآن بالماء ونرجعه الآن؟ ما نستطيع، خلاص هذا الماء الذي سقط انتهى، ما في مجال الآن للتعامل مع إرجاع مشاعر مفقودة، راح كل شيء.